توك ما افتكرت اهلي. لو تمرت فيك العشرة صح. والله يا عم انا اتبهدلت اخر بهدلة من ساعة اللي حصل. ومين ما اتبهدلش يا ابني؟ انا جت عليا ايام كنت بخاف امشي في الشارع من بساط الناس عليا وقولهم ابو جمال اهو. كنت بخاف افتح باب الشقة ولا ارد على التليفون ولا تجيلي مصيبة جديدة. كنت محتاجك جنب عارف الوقت ده. على الاقل تشيل عني الهم اللي حط على كتافي. وانا برضه مش زي ابوك ولا الاب ده هو اللي لازم اسمه مكتوب في شهاده الميلاد. زي ابويا واكتر يا ابو جمال والله. وليك حق في كل اللي قلته. حق اخده من مين الحق ده؟ اسره واخرتها يا ابني. اخرتها خير ان شاء الله يا عمي خير. بس لو جمال يسمع الكلام. الكلام ايه؟ كلام مين بالظبط؟ يا عمي انا وانت وكل اللي يعرفوا جمال عارفين انه متورط في الحكايه دي. واللي ورطوه هو عارف عمله معاه كده ليه؟ بيأدبوه. هم مين الناس دول؟ مش ناس عاديه. ده كيان كبير نظام بحاله ملوش ماسكه يتمسك منها ولا واحد نطير رقبته ونخلص. طب هو جمال ليه علاقته بحاجه زي كده؟ ده من ايام شغلنا القديم وكلام يطول شرحه. طب كلام ايه اللي انت بتقول انه مش عايز يسمعه؟ الحكايه ممكن تخلص يا عمي بس جمال راكب دماغه وناوي يتهور. يتهور يعني ايه؟ جمال عايز يهرب يا عمي. عايز يهرب وانا متاكد انه هيعمل كده. ولو ده حصل هيبقى اكبر خطر عليه وعلينا كلنا. انا اسف يا عم اني بتقل عليك في الكلام ده بحالتك دي بس زي ما انا متاكد انه جمال هينفذ كلامه فمتأكد انه هيكلمك اول واحد. ارجوك يا عم عايزك تنصحه فهمه ان الحكايه مش مستاهله. كانت خلاص قرصت ودن وتعدي كده هيخليهم يعملوها علقه موت وما تعديش. الله يهم يا رجاله. ايه يا باشا؟ لا النمر غلط. نوح مش هيشيل ورق زي ده في شركته. رجاله لسه نازلين من هناك والخزنه انضف من الصيني بعد تشطيف. هما دلوقتي قدام بيت السنيوره مراته التانيه. هيخلصوا واديك التمام. ماشي يا باشا. سلام. خير يا استاذه. افندم. ما تخافيش انا البير نجيب. مش فاكراني لما جيتي عندنا البيت وزورتي ابويا بعد الحادثه؟ اهلا وسهلا. خير؟ انا مش هطول عليكي. انا عارفك انك شغاله على الموضوع بس انا كمان شغال على الموضوع وعايزين نساعد بعض. انا عن نفسي مش محتاجه مساعده حد. عن اذنك. طب ساعديني باللي معاكي. اساعدك بايه؟ انا عايز اعرف السورس بتاعك اللي جبتي منه تسجيلات الصوت. قصدك المصدر بتاعي من جوه امن الدوله مش كده؟ ما تروح لهم بنفسك وتسالهم. دول متعاونين جدا على فكره. شكلك مستهتره بالحكايه او ما بقتش فارقه معاكي. ممكن بعد اذنك؟ اتفضلي. طريقتك ديت معناها مش عايزه تساعديني وانا تحت ايديا حاجات تجبرك تساعديني. انت بتتكلم عن ايه؟ انا قدرت اخش على الكمبيوتر بتاعك والصور كمان. صور ايه؟ ايه الهبل والخيال اللي بتقوله ده؟ مش مصدقاني. انت واحد مجنون في دماغك. طبعا يا بنتي كل المعدلات عندي. انت عبيطه ولا ايه؟ بقول لك ايه، ابي عدي عليا يلا هنزل اجيب لك حاجات تحفه. طيب نروح مع بعض. اوكي حبيبتي يلا باي. مالك قاعد بتبص لي كده ليه؟ ما تاكلش ليه؟ ماليش نفس. يعني ايه مالكش نفس؟ لازم تاكل.
شكلها حلو. الله، ماله الاكل فيه ايه؟ جدو ما بيعملوش كده. يا ادي جدك، انت قاعد معايا دلوقتي ولا قاعد مع جدك؟ معلش يا حبيبي، اما تقعد معايا اكتر شويه هتتعود على طريقتي. اصلا ما ينفعش اقعد معاكي وانت بتشربي سجاير. أستاذة، في جواب جه من النيابة دلوقتي واستلموه بره في الأمن. نيابة؟ نيابة إيه؟ إدارة نيابات شمال القاهرة. اتفضل حضرتك. شكراً يا وليد. هو الكلام اللي في الجرايد ده أستاذة بجد ولا متفاجئ؟ ممكن تسيبني لوحدي شوية يا وليد؟ ماشي أستاذة، زي ما حضرتك. انا قريته ده يا ليلى. انت بجد تعرفي جمال الجبالي؟ انت مش قريتي؟ طب ازاي وامتى وازاي حاجه زي دي ما اعرفهاش عنك؟ انت تعرفي يعني ليه اصلا؟ احنا مش صحاب يا منى. ولا عمري حبيت ان احنا نبقى اصحاب يا ليلى، لكن يبقى في حاجه ليها علاقه بجمال الجبالي يبقى لازم افهم. هو مش صاحب جوزك؟ تبقي تروحي له وتسالي. وكمان عارفه انه صاحب جوزي؟ ويا ترى حكى لك ايه عننا كمان؟ بصي يا منى، عشان اريحك من الاخر، اللي عرفته ما اسموش جمال الجبالي زي ما هو مكتوب، عرفته باسم تاني خالص، ضحك عليا، او بمعنى اصح اوهمني انه شخص تاني، يعني اللي حكى لي عنه ولا عن اي حد من طرفه. امال ازاي؟ قريت التحقيق اللي كان مع اللي جوزك وعرفت انهم صحاب حاجه تانيه؟ بص يا ليلى، اخر حد كان ممكن اتوقع انه يبقى ليه علاقه بجمال هو انت، ومش بس جمال، اي حد. اصل انت كنت ملكيه خاصه، محدش كان يقدر يقرب لها. أظن فهماني طبعا. وجمال بقى يا حبيبتي مش من النوع اللي يسكن في شقة حد كان قاعد فيها قبله. أنت إزاي تسمحي لنفسك تكلميني بالشكل ده؟ يا حبيبتي، عموما قصتك مع جمال دي بقى هنعرفها وبالتفصيل في الأيام اللي جاية. أصل الجرايد والمجلات مش هيبقى ليهم سيرة غيرها. بس أنا بحذرك يا ليلى، أوعي تورطي جمال في حاجة أنت مش قدها. ويا ريت تقفلي الملف بتاعه خالص، واعملي لنا بالمره كده كام حلقه للحدوته بتاعتك. اظن محطتنا اولى بيها. انت بني ادم واقعها. سوري يا حبيب مامي، لسه متضايق؟ سليم يا حبيبي، انا متضايقه زيك بالظبط. باباك عنده مشكله كبيره وجدك في المستشفى وانا خايفه عليه. انت اساسا ما بتحبيهمش عشان تخافي عليه. مين اللي قالك كده؟ سليم باباك في السجن وانا خايفه ان هو يفضل قاعد هناك على طول وما تعرفش تشوفه تاني. جدو قال لي ان بابي مسافر. لا يا حبيبي، انت كبير دلوقتي ولازم تعرف بابي في السجن، عمل حاجات وحشه كتير عشان كده دخل. بابي عمره ما عمل حاجة وحشة. لا يا حبيبي، كلنا بنعمل حاجات وحشة. المهم دلوقتي ملناش دعوة بالكلام ده، أهم حاجة إن احنا مع بعض. إيه؟ أنت خايف مني ولا إيه؟ سليم، لازم تبقى عارف ومتأكد إن مامي أكتر حد بيحبك في الدنيا دي كلها. I don't believe you. أنا كنت واضح معاكي من الأول وما رضيتش أخلي المسألة تاخد شكل رسمي على أساس إن أنت كمان تبقى واضحة معايا. وأنا كنت واضحة مع حضرتك وبلغتك مصدر. مصدر يا مدام، أنا ما بتكلمش عن مصدر دلوقتي. شايفانا عمالين بنحقق في قضية بالحجم ده، شهود ومتهمين
وانت كل ليله بتزعي في تفاصيلها، وورا ده كله بتربطك علاقه وثيقه بالمتهم الاول وما بتقوليش. تسمي ده ايه؟ انا ماليش صله بالقضيه. لكن ليكي صله بالمتهم. دي بقى حاجه شخصيه. دلوقتي ما بقتش شخصيه يا مدام. افتح المحضر يا ابني. انه في يوم، اكتب التاريخ، حضرت امامنا نحن زين نصار رئيس نيابه شمال القاهره الكليه السيده، اسمك ووظيفتك ورقم بطاقتك. ليلى محمد المحكوم. مالك فيه؟ المكان مضايقك؟ مضايقني؟ اي مكان انت فيه لا يمكن اتضايق منه يا حبيبي. بس من ساعة ما جيتي كده وانت مش مظبوطة، في حاجة حصل؟ يعني دايما بخاف ان الحاجات الحلوة تخلص بسرعة. انت ليه بتقولي كده؟ احمد احنا بنتقابل كل يوم ونقعد مع بعض بالساعات، طمنت لك وحكيت لك كل اللي جوايا في وقت قصير، ما حسيتش في يوم انك تتضايق او تزعل، بالعكس تسمعني وتنصحني تساعدني تخاف عليا. تفتكر لما الواحده تلاقي كل ده مع حد ومن غير ما تكون مرتبه له انه يحصل يختفي فجاه من حياتها، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايه اللي خليكي تفكري بالطريقه دي؟ علشان ده اللي اتعودت عليه، علشان كل ما بحب حاجه في حياتي بتضيع مني. احمد انت بقيت كل حياتي، انا بجد خايفه انك تروح مني. هو انت فاكره كل ما هتخافي اكتر كل ما تحافظ على سعادتك؟ لا طبعا يا ليلى، الخوف عمره ما يحميكي، بالعكس الخوف ممكن ينسيك كل حاجة بينا، ينسيك كلامنا الحلو، ينسيك حتى قعدتنا مع بعض دلوقتي. هو انت ما بتخافش؟ مفيش بني ادم ما بيخافش، بس بالنسبة لي انا بعتبر الخوف ده غدر ومش ممكن يكسرني ابدا. وانت ايه؟ طول الوقت بحاول اكسره ووجهه، عشان لو كسرني مرة مش هيخسرني بس مستقبلي، هيخسرني حياتي كلها. الفرق بقى ان انت تكسري ولا تسيبيه يكسرك. متخيل ان الخوف له نهايه؟ يمكن اه ويمكن لا، بس طول ما انا عايش وطول ما انا بواجه اكيد ابقى مطمن. انا بصراحه مش فاهمه كلامك. ولا انا. انت قاصد تخوفني مش كده؟ بس انا مش هخاف. صح كده، طول ما انا معاكي اوعي تخافي ابدا. ماشي ماشي. ده انا هقول لك الاغرب، مندوب الجورنال في الوزاره يبقى قريب رئيس التحرير، وكل كتب الوزاره لازم تتطبع عندنا في مطابع الجورنال، فساد للركب يعني. ما هي دايما ماشيه كده. مستنيه حد؟ لا خالص. تلاقيه الماكو او حاجه؟ أفندم؟ مدام ليلى المحكوم؟ أيوة أنا ليلى المحكوم. أنا من طرف دكتور ثروت زيتون وعايزك تشرفي في مكتبه دلوقتي. دكتور ثروت زيتون عايزني أنا؟ أه، مش حضرتك مدام ليلى المحكوم الصحفية؟ أيوة، بس أصله الميعاد مفاجئ و أنا هوصل سيادتك وأرجعك على طول. طب ممكن تديني 10 دقايق؟ تحت أمرك. زيتون كان عايزك في ايه؟ هو انت كنت سامع؟ مش عارفه، بعت لي واحد. ردي، زيتون كان عايزك في ايه؟ انت بتزعق كده ليه؟ مش عارفه بزعق كده ليه؟ واحد زي زيتون يعرفك منين عشان يبعت لك تروحي له؟ انا ما اعرفش اصلا انه يعرفني. امال تروحي له ليه؟ انت عارفه اللي بتروح له تبقى ايه؟ ما سمعتيش قبل كده عن سمعته وسمعة كل واحده بتقرب منه؟ احمد صدقني والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ردي. الو. ايه يا استاذ، مساء الخير.
معقوله برضه تسيبي مرسال سر وزيتون مستنيكي كده؟ معنى كده انك سايبانا انا اللي مستني؟ ها؟ لا يا فندم، مقصودش، بس كنت بس ايه بقى؟ يظهر انك مشغوله بحاجه مهمه قوي. الحاله دي بقى انا اللي هاجي لك. لا ازاي؟ هاجي لحضرتك حالا. مستنيك يا عمر، مع السلامه. برضه تروحي له؟ هو بيقول لي هيجي لي، قلت له لا. لا هو يجي لك ولا انت تروحي له؟ طب ممكن حاجه ليها علاقه بشغلي. شغلك؟ وايه علاقه زيتون بشغلك؟ احمد انا لسه صحفيه صغيره. واحد زي ثروت زيتون ممكن يبقى مصدر لاي واحد في شغلي وفي مكاني. انت نفسك مش عارفه مكانك فين؟ مش قادره تحددي ان كان معايا ولا مع واحد زي زيتون؟ انت ليه بتقارن نفسك بيه؟ انا ما بقارنش نفسي بواحد زي ده. انت اللي عملت كده. طموحك وجريك ورا شغلك هما اللي هيضيعونا من بعض. طب ممكن تسمعني؟ مفيش كلام يتقال خلاص. فاكره سامع اللي انت حكيتي لي عنه زمان؟ فاكره ازاي فضلت تهربي منه لحد ما راح منك؟ النهارده بتكرري معايا نفس الموضوع. برضه عايزه تبعدي عني بسبب شغلك ومستقبلك. مفيش فايده. طب ممكن تديني فرصه اشرح لك؟ انت واحده منهم. مفيش فرق بينك وبينهم. انت زي كل واحده بتروح توطي على جزمه زيتون. روحي له. بس من النهارده اوعي تفكري فيا. وخلي بقى شغلك ينفعك كويس. ايه ده؟ وانا عملت حاجه؟ من ليلتها حسيت لي اول مره بالخوف. خوف من كذا حاجه. ثروة زيتون وكلام احمد عنه. اختفاء احمد فجأة من حياتي زي ما قال. اختفاء كان بيمحي اي اثر لكل الكلام اللي اتفقنا عليه. ما حاولتيش تدوري عليه؟ سألت عنه في كل حتة، في كل مكان جت سيرته واحنا سوا، ما لقيتوش. ده بيأكد لي النهاردة انه شخص مش طبيعي، مريب، قادر يفكر ويعمل افصح من كده بكتير، زيه وزي اي ارهابي. كل الخلاف ده بسبب علاقتك بثروة زيتون؟ من فضلك ما كانش اسمها علاقة. امال بتسميها ايه؟ كان جواز. جواز على سنة الله ورسوله. جواز؟ ايوه، جواز عرفي. يمكن وقتها ما قدرتش اقول وسبت البلد كلها تتكلم عني. كان مزاد. كل اللي عايز يظلم او يشوه صورة ليلى المحجوب يتفضل. بس من النهارده مش هسمح بان ده يتكرر تاني. الكلام اللي قلتيه ده اكتبه في التحقيق. من فضلك. وكلمتك امتى يا كومي البت دي؟ النهارده الفجر اول ما رجعت اكتشف الرساله. وما رحتش تعين يا كومي؟ على الاقل علشان ترفع البصمات. بصمات ايه يا دكتور؟ يا دكتور صوره العقد دي لو اتسربت هتبقى مصيبه بالنسبه لي، هتبقى كارثه. يا راجل ولا مصيبه ولا حاجه. ده حتة بنت رقاصة واللي نط عليها عارف مكنزة ايه. ما قلتليش يا كوم، هو نوح يعرف البت دي من امتى؟ اتجوزها قبل ما يدخل السجن بشوية. اتجوزها ولا رافق كده وكده؟ نوح، الشيخ نوح يا دكتور هيرافق. يا اخويا الشيخ نوح رافق؟ وما يرافقش ليه؟ انت عبيط. هو في حد يا ابني بيتجوز غيرنا اليومين دول؟ بس حلو بتتكلم مش كده؟ يا دكتور انا خايف ده يبقى ملعوب من خليف وابص الاقي الموضوع اتفضح في كل حته. ما اظنش. وبعدين حتى لو اتفضح انت ايه اللي هيضرك؟ وحتى لو اتضريت يا كوم احنا هنلم الموضوع وراك. بس من ناحيه تانيه بقى
انت هتعرف مين اللي مجندهم خلف من وراك. يعني هيبقى كشف نفسه بنفسه. سعادتك شايف كده؟ بص للي جاي يا كومي وبلاش لوكلوك كتير. ها اللي تؤمر بيه سيادتك. خلاص يبقى تسمع الكلام وتبطل قلق. فاهمكم؟ تبطل ايه؟ قلق. ليلى؟ طب ليه؟ افهم عشان ايه يعني؟ لا والبي كان واخد راحته قوي في الكلام معاه. انت شفتي صورهم في الجرايد النهارده؟ بذمتك ده منظر اتنين عرفوا بعض يومين وخلاص؟ غبي. جمال ده غبي، كل اختياراته في الدنيا غلط، عشان كده دايما بيوقع نفسه في مصايب. يا بنت يا حبيبتي استني بالله ريحي روحك، هيفيد بايدك كله. هتجنن يا دادا هتجنن، ما انا كنت قدامه طول الوقت، هو ايه اعمى ما بيشوفش؟ يا دادا جمال ده الشخص الوحيد اللي عمري ما تمنيت راجل غيره، هو الوحيد اللي انا عارفه ومتاكده انه هيديني كل اللي انا عايزاه وهيريحني وهيفهمني، هيحسسني ان انا فوق البشر عشان اختارني انا دون عن اي حد من اللي عرفهم. بس غبي غبي، كل اختياراته زفت، فريال زفت، وليلى زفت، وكله زفت. قولي لي يا منى، هو انتم كنتوا مع بعض وبعدين سابك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا دادا؟ ما حرقتك في الكلام ملهاش حل غير كده. يا حبيبتي ارتاحي، استغفري ربنا، ذنبه ايه الطفل الصغير ده نبقى محيرينه في مين ابوه؟ بقول لك ايه يا دادا، ما تندمنيش ان انا حكيت لك حاجه زي كده، وبعدين ما انا قلت لك عادي جدا ممكن علي يبقى ابوه. لا حول الله يا ربي. بقول لك ايه يا دادا، روحي مين نستفيه. حاضر يا ماما. حاضر يا بنتي. هو في ايه؟ في ظباط كده شكلهم امن دوله ودخلوا على مستر حسام. ليه كل ده؟ في ايه؟ محدش عارف حاجه لسه. تهربوا؟ امال انت جاي في ايه يا متر؟ جالك عشان فاهم ان انت مش قلت ان جمال عايز جبريل يروح له الزياره الجايه؟ ايوه. خلاص يبقى عايز يهرب. ما هو جبريل ده يبقى سين على اسم اشهر واحد كان بيهرب المحابس وهما بيترحلوا. جبريل ده كان بيسلك الزبون ولا تفرق معاه مين اللي بيأمن، حتى لو كان وزير الداخليه شخصيا. راخر ما لقوش حل معاه غير انهم يغربلوه. الله يرحمه ويحسن اليه بقى. ايوه بس انا ما كنتش فاهم كده. امال كنت فاهم ايه يا متر؟ فاهم انك هتساعده بطريقه ثانيه، عندك كلام ممكن يغير مسار التحقيق، ولا يمكن عندك اوراق ممكن نضغط بيها على اي حد. بوبو مش بتاع كلام ولا ورق، اللي بقولك عليه ده فيه الخلاصه. جمال عايز يخلع. ايوه بس ده كده بيودي نفسه في داهيه، انا لا يمكن اوافق على الكلام ده. هتوافق؟ ده مغرز ومتقيف مظبوط على مقاسه يا متر. لا هينفع فيه كلام بقى ولا حضرات المستشارين بتاعك، وده دورها كده في دماغك وهتوافق. ولو ما وافقتش ما تزعلش مني، هطلع جمال وهحطك مكانه. يا زين انت مش صغير، الكلام اللي انا بقوله لك ده انت اكيد عارفه كويس ومر عليك. مكتبك اللي انت بتحقق فيه ده مش مجرد اوضه واربع حيطان، لا، اي كلمه واي قرار بتاخده فيها بيأثر على مجريات وامور في المجتمع بره، سمعه ناس، مصالح، اعمال، امور كبيره زي دي محدش يقدر يتحملها غير الكبار اللي زينا. ممكن سعادتك توضح لي ايه المطلوب بالظبط؟ المطلوب إن أنا لفت نظرك لأسماء معينة المفروض ما كانتش تخضع للاستجواب، وسيادتك أصريت. تقدر تقول لي استجوابك لفريال نصير ده كان إيه لازمته؟ وودى القضية لفين؟
مع احترامي لسعادتك، انا اللي ماسك القضيه وعارف كويس ايه اللي ليه لازمه وايه اللي هيفيد القضيه. وانا بقى من واقع خبرتي بقول لك ان استمرارك وعنادك ده مش هيوصلك لشيء. القضيه محسومه يا زين، المتهم واضح قدام عينينا ايا كان مين هو. يبقى ايه الداعي بقى نفتح في ملفات كتيره ونجيب اسماء ناس كده كده مش هيزودونا بحاجه. قفل على الموضوع يا زين. لما استوفي كل اجراءات القضيه والشهود هقفلها زي ما سعادتك طلبت. عنادك ده مش هيوصلك لشيء، بالعكس ده هيخسرك حاجات كتيره جدا في حياتك. عمر نظافه الايد ما كانت خساره سعادتك، بالعكس ده هي اللي هتوصلنا للحقيقه وده المكسب اللي بجد. ولا سعادتك ليك راي تاني؟ تسلم ايدك. تسلم وتخش عيني. ما كنتش مصدق كلام اخوك لما قال لي انه اكلك حلو. المهم انه عجب حضرتك. الايدين الحلوين دول لو عملوا اي حاجه لازم يعجبوا. ربنا يخليك يا علي باشا. ده انت اللي باشا. طب مشيت على ابوه بسرعه. حاضر. يا اهلا يا اهلا يا علي بيه، منور، نورت بيتك ومطرحك. نورك يا بوب. اتفضل يا علي بيه. لا تمام، احنا في الخدمه بس يا ريت بقى حق الرجاله يعني. حق ايه يا حرامي؟ البت قالت في المحضر الخزنة كان فيها 50,000 جنيه غير شوية الدهب. الخمسين بولبول دول شهادات استثمار، يعني محدش ينفع يتصرف فيهم، والدهب طلع صيني. صيني وشرفك يا علي بيه. طب وشرفك يا بوبو؟ وليف بيه كان بعتهم معايا بس أنا اللي قلت له لا. ليه كده؟ ربنا ما يجعلنا من قطعين الأرزاق. كده تزعلني برضو؟ ما أنت زعلتني بحركة تولين. ما أنا حكيت لك، القعدة كلها كانت مقرية ومسموعة. وبعدين ده مكانك. يعني تأمينه ملزوم منك. ما كنتش فاكر هيعملوها معايا. عموما ماشي، ولو ان اللي هيزعل في الحكايه دي كلها جمال، بس انا عارف انت هترضيه ازاي. انا رقبتي الجمال اللي يؤمر بيه، بس هو يخرج بالسلامه. يخرج؟ تفتكر جمال ممكن يخرج ازاي؟ معرفش. ما تعرفش ولا حتى اشرف يعرف؟ اشرف مين؟ لما شفت الحلقة وسمعت التسجيل عرفت ان الموضوع مش هيعدي على خير، علشان كده انا جيت لك من غير ميعاد، قلت اتكلم معاك واعرف انا كده موقفي ايه. انت بتسجلي من امتى يا روبا؟ بعد اختفاء رضا على طول. حسيت ان ده السلاح الوحيد اللي ممكن يوصلني ليهم. يعني من شهر ونص تقريبا، وازاي ما تقوليش حاجة زي دي؟ بص انا عارفة كويس اللي انا بعمله ده مش صح، بس ما كانش ينفع اتكلم معاك في حاجة زي كده قبل ما اعرفك كويس. وانا كده رحت في داهيه؟ اه رحتي في داهيه، ولو ما قلتيش كل حاجه بالظبط هتروحي في داهيه اكبر. وبعدين تعالي هنا، اشمعنى الراجل ده سجلتي له بعينه هنا؟ علشان رضا قبل اختفائه قال انه شاكك ان في واحد من امن الدوله بيكلمه. كلمه مرتين، اول مره هدده بس بشكل كده غير مباشر، وتاني مره هدده بشكل مباشر لما رضا ما استجابلوش. مين الراجل ده؟ ابو العزم. ابو العزم؟ يعني ابو العزم اللي هدد اخوكي ده هو نفس الشخص اللي صوته موجود على التسجيلات بتاعت قضيه الكنيسه اللي متهم فيها جمال الجبالي؟ ده اللي خلاكي تسجلي له؟ ايوه، لما ليلى حكت لي ان في حد كلمها عنه، كانت عارفه كمان ان انا عندي تسجيلات ليه فطلبتها مني، فكان من ضمنها التسجيل الاخير ليه هو وجمال. اشرف، انا ما كانش قدامي حل تاني، انا متاكده ان الراجل ده ورا كل المصايب اللي بتحصل لنا. وانا كده ضايقتك؟ لا، أنا بس بفكر في اللي بتقوليه. الراجل ده لو ورا كل المصايب فعلا يبقى هيتحرك، وهيتحرك بسرعة جدا. واللي شفتيه عندك النهاردة في الشركة ده ولا حاجة. يعني إيه؟ يعني لازم تتخلصي من التسجيلات اللي عندك دي فورا. أشرف، ده لا يمكن، دي الحاجة الوحيدة. الحاجة دي لو فضلت عندك هيحصل لك زي ما حصل لأخوكي بالظبط. وأنا لا يمكن أسمح بكده يا روبا. أنت فاهماني ولا لأ؟ يا روبا أنا خايف عليكي. صدقيني. هو ده اللي أنا كنت خايف منه. جرايد مصر كلها ملهاش غير سيرة الموضوع ده. عملية أكيد مترتبة، وأكيد أكيد مش هتبعد عن الشؤم اللي اسمه خليف. طيب، ممكن تهدي نفسك. مش زيتون طمنك طمني قال لي إيه؟ ما يقول أي حاجة، ده راجل بـ100 كلمة، يعني ولا كأنه قال حاجة. بـ100
بيبي، لازم تهدى عشان نعرف نفكر صح ونفكر ايه الخطر اللي عليك. لو بالقانون يبقى التشريع اللي خلف هيموت ويقر في مجلس الشعب. القانون ده بتاع منع الاحتكار، وطبعا ما هيصدق يمسكني من رقبتي وهاتك يا قضايا وبلاوي سودا ورغي ملوش لازمه. بس كل ده مش فارق معايا ولا هيزلي شعر اصلا. امال فين المشكله؟ انت مخبي عني حاجه يا كومي؟ حكايه كده كانت حصلت من زمان وراحت الحال سبيلها. حكايه ايه؟ واحد من التقال قوي والقريبين قوي من خليفه الزفت كان عرض عليا كده من كام شهر انه عايز يدخل فلوسه البلد وبيفكر يشاركني. قال لك ده بصراحه؟ مش بالظبط، حكايه قاعده كده في فرح وحمدت ربنا انه ما جابليش سيره الموضوع تاني. وكان هيبلع الاستثمار كله طبعا. هيطلعني مديون كمان، ده سفاح. الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان خليف هو اللي زقه عليك. هو ده اللي مسبب لي هلع جوايا في ريال، تبقى كارثه سودا. يا ابن الصايعه، كان بيزق عليك وهو متاكد ان انت هترفضه عشان لما يجي اللي بعده تقبله على طول من غير سحر ولا شعوذه. هو ده اللي حصل فعلا. كومي، احنا لازم نتصرف في الموضوع ده وبسرعه، دي ممكن تبقى البدايه واللي جاي اسوأ بكتير. بتفكري في ايه بالظبط؟ مامي. ايه ده؟ ده سليم، هبقى افهمك بعدين. يلا روح على اوضتك وانا جايه لك على طول. كمان عملتي له اوضه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يا بيبي كلها كام يوم وجده يطلع من المستشفى وترجعيه له؟ ممكن تخلينا في موضوعنا؟ دوقت كتير وقليل، بس احلى فنجان اللي شربته من ايديك. خير يا دكتور؟ مش خير يا ست الستات. احنا مش كنا متفقين ان الكلام يفضل سر ولا احنا بنلحس كلامنا؟ تقصدي مش فاهم؟ لا انت فاهمه كويس. الكلام اللي قلتيه في التحيه عن انك كنت مراتي، وده كان مظبوط ولا كانت حاجه تانية؟ ما بتكلمش عن كده وانت عارفه. لو كانت الظروف وقتها منعتني اني اتكلم، فدلوقتي خلاص مفيش حاجه تخليني اكرر كده تاني. بس ده كان اتفاق يا لولا. طب افرض هتجوز، مش مفروض اللي هتجوزه يعرف؟ ولا هتمنعه يفتح بقه واقطع له لسانه كمان؟ واحرمك تتجوزي واحرمك من اي حاجه انت عايزاها. انا عارفه انك ما تقدرش تعمل معايا كده. ما تطمعيش في حب ليكي قوي كده يا لولا، صبري له حدود. انا عارفه ان كان يبسطك قوي كلام الناس عنك وعن علاقتك بيا، بيديك احساس بالرجوله والسيطره، بس ده كان احقر احساس بالنسبه لي، والناس كلها فاهمه اني عشيقه ثروت زيتون مش مراته. طب ايه رايك ما تيجي نتجوز تاني؟ تاني؟ طب والمدام مش خايف تعمل معاك اللي عملته في الجوازه الاولانيه؟ اخر كلام يا لولا، انا اديتك كتير ووصلتك لمكانه عمرك ما توصلي لها. لو عايزه بقى تستغلي اسم ثروت زيتون علشان توصلي لمكان اكبر من كده، فده بقى يبقى حلم وهصحيكي منه على ضربه تفوقك بقيه عمرك. لا يا حلال، خساره في البلد دي. Hey!
لازم. الله يخرب بيتك، انت مش شايف؟ مع السلامة يا جمال. شوقي وقف العربية.